يا ربي. شو عملت؟ شو عملت؟ اوكي. مرحبا بالناس اللي دخلوا معانا، اللي دخل يبارطاجي عافاك. شكرا على لي كور، شكرا على لي جيم. لي جيم اختي، عافاك اللي دخل يبارطاجي. جيب لكم سلعه اليوم زوينه يا اختي، يا اختي، يا اختي، سلعه غزاله. اميره اختي السلام، سلام اختي خديجه، الله يكبر بك اختي. السلام، عافاك اللي دخل يبارطاجي. جيب لكم سلعه واعره اختي. عقوبتي اختي راكي منوره، الله يكبر بك اختي. عقوبتي لصحاب الصحاب ديالي، والله العظيم ديك السيمانه درتو في تيك توك، ما تقطعت اللايف وما رشقتش ليا، والله العظيم بقات ليا بلاصه الفيس ما درتش فيه اللايف، والله العظيم. شكرا كاع الناس ديالي اللي دخل عافاكم يبارطاجي. راه جيب لكم سلعه تبارك الله، خلاوها كتغوت شي حاجه واعره. يلا البنات اللي طلع اللي دخل معنا يبارطاجي، الله يعطيكم السر. اللي دخل يبارطاجي راكي منوره، بارك الله فيك اختي اميره، بارك الله فيك. عافاك اللي دخل يبارطاجي. شكرا، شكرا على لي كور، شكرا بزاف بزاف. اللي دخل يبارطاجي نشوف اللي ما قطعتش اللايف يا اختي. لا اللي دخل يبارطاجي، اللي دخل يبارطاجي جيب لكم سلعه غزاله غزاله. شوفوا اختي، شوفوا 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 اختي، شوفوا يا اختي الخويت ماس كي دايرين، ها نتوما يا اختي. شوفوا شوفوا، مساء الخير والربح، الله يسخر محمد، الله يكبر بك اخويا. شكرا لك بزاف اخويا محمد، شكرا لخوتي وخواتاتي، الله يكبر بكم البنات عافاكم. وخوتي اللي دخل يبارطاجي، اللي دخل يبارطاجي ولي كور ولي جيم باش يطلع ليا اللايف. يلا اختي يلا، ولا غنبدلكم، راه غنمشي اختي نبدلكم. الله يكبر بك اختي اميره، الله يكبر بك، راه غنبدلكم الا ما لقيتش فيكم اختي الربح، غنبدلكم. يلا يلا اختي يلا، يلا اختي يلا يلا، بارطاجيو وطلعوا لي اللايف باش ان شاء الله تشوفوا العروض اللي عندنا اليوم غزاله يا اختي. السلعه تبارك الله ما نقولش لك كي دايره. يلا البنات يوسف، هاد البراسليت هما اللي كاينين، فين هما الاخرين؟ يلا البنات اللي دخل يبارطاجي. عايده اختي كي دايره اختي؟ لاباس عليك بخير، بارك الله فيك اختي عايده. عافاكم اللي دخل يبارطاجي باش نبدا معاكم. يلا اختي يلا 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 باش ما نطولش المقدمه على الناس. يلا البنات باش نبداو. يلا اختي يلا يلا، لي كور ولي جيم. ما انا ما كنعلم حتى واحد، غا كنجي وكنحل والو، ما كنحط لا ستوري لا حتى شي حاجه. يلا البنات اللي دخل يبارطاجي، يلا يلا البنات يلا اللي دخل يبارطاجي، اللي دخل يبارطاجي. يلا البنات اللي دخل يبارطاجيو شويه لي كور وشويه لي جيم باش نبداو. تبارك الله السلعه اللي جايبه لكم كتستاهل اختي، كتستاهل البارطاج، شي حاجه زوينه يا اختي. ها انت شوف، عافاك يوسف زيد لي عافاك شويه في الضو باش تبان السلعه. ها انت اختي، ها انت. يلا البنات يلا اختي يلا 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 عايده اختي، الله يكبر بيك. لا صافي مزيان بحال هكا هكا البنات، كيبان لكم لي زارتيكل مزيان ياك؟ قولوا لي واش اه ولا لا، باش مزيان بحال هكا مزيان. البنات عافاكم بارطاجيو باش نبدا معاكم. يلا 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 يلا
يلا البنات، يلا يلا البنات باش نبدا معاكم. تبارك الله راه جيبه لكم سلعه غزاله كتستاهل. يلا البنات، يلا اختي، يلا 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 اختي، يلا بارطاجيو اختي، بارطاجيو بارطاجيو، يلا حركوا لي اختي الصبيعات 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 بالبارطاج وبلي جيم وبلي كور. نستاهلوا اختي، نستاهلوا اختي، نستاهلوا بهذا الشيء اللي كنجيبوا لكم بالثمن ديالنا الزوين. نستاهلوا اختي، يلا حركوا لي الصبيعات، يلا ما تبخلوش علينا بالبارطاج. يلا راه بدا كيطلع شويه، يلا زيدوا 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 زيدوا، رجعوا خديجه ان شاء الله بحال شحال هذه تبارك الله كان كيطلع لينا، كيطلع لينا تبارك الله حتى للالف. يلا يلا البنات، يلا يلا حركوا لي الصبيعات الصبيعات، يلا بالبارطاج بالبارطاج، يلا 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 لي كيغو لي جيم، يلا قبل باش يدخلوا معنا الناس ديالنا. يلا اختي، يلا 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 اختي، يلا اختي، يلا بداو اختي، راه جيبه لكم سلعه زوينه يا اختي. هانتي اختي، هانتي هانتي، شوف شوفوا السلعه كي دايره، هانتي اختي، يلا تستاهل هذه البارطاج وتستاهل كثر. يلا البنات، يلا 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 باش ما نملوش اختي، يلا اختي بارطاجيو بارطاجيو بارطاج بارطاج، انا كنبغي غير نبارطاجي والو. يلا البنات، عزيزه كي داير اختي عزيزه؟ لاباس عليك؟ بخير، هانيه اختي غبورات، هادي فاطمه، السلام اختي خديجه ديما منوره، الله يكبر بيك اختي، عويناتك اللي زوينين، الله يكبر بيك. البنات عافاكم اللي دخل اي بارطاجي، الله يعطيكم السر باش يطلع ليا اللايف باش نبدا. عرفتي راه وليت كنطول في المقدمه، صحاب اليوتيوب كيعيروني كيقول لك اختي كطولي بزاف، الله يكبر بيك اختي عزيزه. يلا البنات اللي دخل اي بارطاجي ليا، ولي كور لي كور ولي جيم هما اللي كيطلعوا اللايف. يلا البنات، يلا 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 البنات، انا اختي خليت الناس تيك توك وجيت لعندكم، واش بغيتو اختي؟ اش بغيتو؟ يلا اختي، يلا يلا اختي، يلا 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 اختي، راه تبارك الله السلعه غزاله وثمن زوين، وتبارك الله كاينه اليوم السلعه مشكله مزيان، يعني كاين كاين فين تختار يا اختي. يلا البنات، يلا يلا يا ربي امين، مبروك علينا وعليك اختي عزيزه، الله يكبر بك اختي وتكوني فرحانه بوليداتك. يلا البنات البنات، انا غنبدا معاكم حيت حتى يطلع ليا اللايف نعاود لي زارتيكل اللي بديت بهم صافي. المهم انا غادي نبدا، يبدا يطلع اللايف غير بشويه بشويه ماشي مشكل. يلا البنات، معكم خديجه من بيجو تخي امزيل، كنبيعوا الذهب 18 الكار اللي عند الذهبيه كاملين، كنديروا لا ليفريزون جميع المدن المغربيه، يعني فابور حتى كتوصلك الامانه عاد كتخلصيها، يعني غير الا عجبتك شي حاجه في اللايف كديري ليها سكرين، كتدخلي عندي الواتساب 06 42 06 35 75 ياك 06 42 06 35 75، كيسحب ليا تغلطات مع النمره ديالي. المهم البنات، حنا راه كاينين في كازا سباته جميله 3 الزنقه 6 رقم المحل 76، ومرحبا البنات. بالنسبه للبلدي كنبيعو ب 600 درهم للغرام، بالنسبه للرومي كنبيعو ب 650 درهم للغرام، وكما كنقول لكم البنات راه كتاخذوا للغرام ما كتاخذوش الموديل، كتاخذوا للغرام. البنات عافاكم اللي دخل اي بارطاجي، الله يعطيكم السر، اللي دخل اي بارطاجي بكم السعر 18 الكاره اليوم. البنات المهم حنا راه كنبيعوا الذهب يعني 18 الكاره. السي الحسين شحال اليوم داير الخام؟ 525 درهم للغرام. سلام لمي اختي، كي دايره لاباس؟ بخير، هانيه مبروك عليك هذا الشهر، تكون ان شاء الله فرحانه بوليداتك يا ربي امين اختي لمياء. البنات عافاكم اللي دخل يبارطاجي ليا، الله يعطيكم السر، راه اللايف ديالنا ما بقاش كيطلع بزاف ما عرفتش علاش. المهم البنات كما قلت لكم راه قال لي السي الحسين اليوم اليوم داير 525 درهم للغرام خام، يعني ما مخدومش. بالنسبه للرومي كنبيعوه ب 650، البلدي ب 600 درهم للغرام،
كما كنقول لكم يعني الرومي حنا البنات كنبيعوه للغرام ما كنبيعوش للموديل، كنبيعوا للغرام ما كنبيعوش للموديل. نبدا معكم البنات بهاد الحلقات شي حاجه غزاله شي حاجه طوب كيديروا 2150 درهم 215 اورو 43 الف ريال، كيديروا 43 الف ريال 43 الف ريال غزالين الديزاين ديالهم خطار شي حاجه واعره 2150 درهم 2150 درهم. سلام اختي يلا 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 500 ياك 530 اليوم صيفطها لك واتساب. يلا البنات بالنسبه كما قلت لكم الحلقات حلقات البنات كيديروا 43 الف ريال. يلا بديت ابو شرختي البنات عافاك اللي دخل يبارطاجي لي يطلع لي غير اللايف شويه باش انا تحمسوني ولا غنحبسوا لي لايف ياك. يلا البنات يلا 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 البنات كما قلت لكم بالنسبه للحلقات كيديروا 43 الف ريال 2150 درهم 2150 درهم 215 الاورو. بالنسبه لهذا الكولي البنات فيه 22 غرام 70 فيه 22 غرام 70 حنا البنات كنبيعوه كما قلت لك كيتباع للغرام ما كنبيعوش الموديل كنبيعوه للغرام 22 22 70 البنات ما كيطلعوا عندي لا قلوبه لا لي جيم يعني اللايف ميت لايف يا ربي امين. بالنسبه للكولي بالنسبه للكولي 22 70 22 70 يعني 22 غرام 70 14750 14750 14750 1475 الاورو تقريبا صوم 650 درهم للغرام صوم 650 درهم للغرام. بالنسبه للغورميطه ديالو البنات انا راه جاتني شويه كبيره فيها 14 غرام 30 فيها 14 غرام 30 ها نتوما البنات فيها 14 غرام 30 هذا البنات ديال الكولي يعني ماشي ما عندناش المشكل بغيتو الكولي بوحدو ولا بغيتو الكورميطه بوحده ما عندناش المشكل. الكورميطه البنات كدير 9300 درهم 9300 درهم الكورميطه كدير 9300 درهم 930 الاورو 930 الاورو 14 غرام 30 صوم 650 درهم للغرام صوم 650 درهم للغرام 14 غرام 30 14 غرام 30 الله يحفظك اختي لمياء. البنات عافاكم بارطاجيو لي طلع لي اللايف باش انا تفرحوني بهذا البارطاج غزاله لمياء اختي غزاله راه كنقولها لك كنقول لك خذي الذهب وسيرتو ما تبقايش تاخذي لمياء الرقيق بزاف كنقولها لك ما تبقايش تاخذي الرقيق بزاف يعني الرقيق خذي منه غير شي حاجه قليله. هاد الهضره البنات راني موجهه لكم كاملين بالنسبه للرقيق تاخذوا شي حاجه يعني ضروري شي نهار كتبغوا تلبسوا شي حاجه رقيقه واني بالنسبه لهذا الشيء اللي تيكون طالع في الغرامات البنات راه زينه وخزينه الذهب البنات راه كتخزنوا فيه الفلوس ولا كاع نديرو حنا نديرو حنا كاع طيحتي شي حاجه راه ما مشاتش في الخلا يعني راه لبستي بيه وتمتعتي بيه ودوزتي بيه واحد المده تمتعتي بيه يعني ماشي فحال الحوايج وفحال الماعن وجا انا كنهضر معكم كنهضر معكم فحال خواتاتي والله العظيم ماشي باش تشرو من عندي راه كنقولها لك هاد الهضره راه ديما كنقولها في اللايفات راه ماشي باش تقداو من عندي تقداو من اي بلاصه ارتاحيتو فيها وعجبكم الثمن وعجبتكم الخدمه الله يسهل عليكم راه كل واحد ورزقه فهمتوني واني انا كما كنقول لكم الذهب البنات راه ما كتندموش عليه سواء شريتي للغرام ولا الموديل المهم الذهب راه ما كطيحش القيمه ديالو راه شي حاجه زوينه راه كتعطي للمراه تبارك الله واحد الطاقه ايجابيه وتبارك الله كتكوني تاتيه جالسه تبارك الله وسط الناس وجالسه تبارك الله ويعني وفارده الوجود ديالك
والله العظيم فارضه الوجود ديالك، انت فارضه الوجود ديالك يعني بالكرامه ديالك وبالكلمه ديالك وبالشخصيه ديالك. واني ما تنساوش الذهب كيعطينا مازال الثقه، كتعطي مازال المراه ثقه في النفس ديالها. والله البنات كنهضر معاكم بما يعني الا بغيتوا تقداو تقداو شي حاجه اللي تبارك الله وازنه يعني شويه ماشي اللي ما عندوش مسكين الله يسهل عليه. واني شويه اللي عنده يشري شي حاجه اللي مزيانه اللي يخلي يجمع فيها الفلوس، فهمتوني؟ نكمل معاكم مره ندردش معاكم باش ما تملوش. اختي ها انتوما اختي ها انت اختي والصراحه انت لا حسين هانت اختي الشهر فيها 14 غرام 30 14 غرام 30 ديال الكوليد. هانت اختي شوفي كي كتجي غزاله لا فينيسيون، واحد لابغيونس خطيره شي حاجه واعره. هانت اختي شوفي كي كتجي شوفي باش يبان عليك. هانت اختي انا دخلت ام كلثوم بارطاجيو مرحبا بكم. انا عارفه بصحاباتي ما كنعلمكمش ما كندير لا ستوري كي كاين الناس غا كنجي اختي كنحل التليفون كنشعل الكاميرا وكنبدا. يعني البنات انا ما كنديرش يعني لا مقدمه لا والو، انا كنقول اللايف راه يطلع مع صحاباتي وداكشي حافظ ليا الوقيته ديالي ضروري غيدخلوا معايا واللي ما مساليش الله يحسن العوال. المهم انا فاش كنسالي كنحطو في القناه يوتيوب كتعاودوا تفرجوا فيها من الاول، اللي بغات شي حاجه ديك الساعه كتدخل عندي. بالنسبه كما قلت لكم هاد الكورميطه البنات راه كتمشي مع الكولي ديالها، اللي بغيتي الكولي بوحدو تاخدي، بغيتي الكورميطه بوحدها تاخدي، حنا ما عندناش المشكل. بغيتي تاخديهم اونصومبل مرحبا. بالنسبه للكولي في 22 غرام 70 صوم 650 درهم للغرام، 14750 1475 الاورو. بالنسبه لا غورميت كدير صوم 650 درهم للغرام، 14 غرام 30 9300 درهم 930 الاورو. بالنسبه اختي لهاد الخويتم انت اختي شوفي اختي الخاتم خطير في 4 غرام 30 غزال. شوفوا البنات كي داير صحيح، شوفوا اختي كي داير صحيح غزال في 4 غرام 30 4 غرام 30. انا عاد جيت مرحبا اختي ما دازك والو دازك اختي. هاد الكولي دابا نعاودو ليك والحلقات دابا نعاودهم انت اختي والكورميطه. بالنسبه اختي لهذا الخاتم كيدير 2800 درهم، كيدير 2800 درهم. البنات عافاك اللي دخل يبارطاجي الله يكبر بكم، ديروا لي شويه القلوبه شويه لي جميع الله حركوا لي اختي شويه اللايف. يلا يلا اختي يلا يلا شويه الحماس وشويه ديال ميه صاحبتي. يلا سربي ليكو اختي راه ما كيبانوش ليا ولي جميع الله اختي. يلا يلا حركوا جوك الصبيعات اختي راه عقزوا هانت اختي هانت. بالنسبه للخاتم 4 غرام 30 4 غرام 30 2800 درهم 2800 درهم 56000 ريال 280 الاورو تقريبا. هانت اختي شوفي شوفي اختي كي داير غزال غزال شوف شتي. هانت اختي البراسلي اختي هذا اختي راه داتو لاله فتيحه بصحتها غزال. اللي بغات فحالو صوب ليها فحالو، اللي بغات فحالو. يوسف كاينين شي حلقات ديال الكلو؟ لا ارامية ليلى اختي انا نوريك واحد الحلقات عجبوك نشوف معاك فيهم، ما عجبوكش انا نصوب لك حلقات اللي دايره. هادو اختي ماشي كلو، هذا اختي انت شوفي فيهم واحد ديزاين خطير شتيهم دايرين فحال المكعب زوين يعني شي حاجه واعره. وفيهم ديك يعني الموديل ديالهم ديال الفيس، موديل ديال الفيس هانت اختي موديل ديال الفيس خطيرين وفنين كيديروا 43000 ريال كيديروا 43000 ريال. الكلو اختي ها ام اختي بغيتي ديال الكلو انا اختي غنلبس لك هادو ديال الكلو. هانت اختي راه كندير معاكم الخاطر وكنلبس وكنحيد وكنتشنتف. شنطت يوسف شحال دايرين هادو؟ ما عبرتي يوم ما والو ياك بلاتي. هادو شحال؟ 600 هانت 3 الغرام فيهم 60 نضربوها في 650 دايرين 2350 درهم 47000 ريال
47 ألف ريال. أنا غنلبسهم لك أختي وتشوفيهم كي دايرين. يلا البنات يلا اللايف شوية يطلع. ها نتوما أختي هذا ديال الكلو. بلاتي أختي هانت أختي هانت أختي شوفي كي دايرين واعرين. كيديروا 47 ألف ريال. 47 ألف ريال 2000 لا 47 ألف ريال 2350 درهم. 2350 درهم واعرين. أنا غنخليهم لابسهم غزالين. لاليونس ديالهم خطيرة صح والعمل. هانت أختي هانت أختي ليلى شتيهم هادو اللي كنت لابسة. شوفي كي دايرين هانتي شوفي شوفي كي دايرين دايرين. أنا كنسحب لابسة وحدين كانوا بحال هانت أختي. هادو 43 ألف ريال. نكمل معاك أختي بالنسبة لهاد النبالة البنات اللي عجباتها نصاوب لها في حالها. هادي البنات راه تباعت قبل اللايف تباعت بصحة مولاتها. بالنسبة لهاد النبالة البنات كدير 13000 درهم. 13000 درهم مليون و 60000 ريال. مليون و 60000 ريال. والنال البنات راه الصح والعمل مضوب لها البنات في الخدمة يعني شي حاجة خطيرة. شوفوا واعرة 1030 الأورو يعني 1000 يعني 13000 درهم. 13000 درهم 1000 بلاتي 1000 وواحد بلاتي مليون و 60000 ريال. كدير مليون و 60000 ريال. مليون و 60000 ريال واعرة البنات شي حاجة خطيرة. 650 درهم للغرام فيها 20 غرام 10 20 غرام 10 خطيرة البنات. كمل معاكم اختي هاد السريتلة. هادي السريتلة واعرة السريتلة خطيرة البنات. 600 درهم للغرام واعرة 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 البنات. شوفوا البنات فين تخبوا فلوسكم. السريتلة فيها 47 غرام 75 47 غرام 75 صوم 600 درهم للغرام 28650 28650 2865 الاورو 2865 الاورو 600 درهم للغرام خطيره البنات. شوفوا هانتوما يا اختي شوفوا كي دايره. هانت اختي هانت اختي ماشي زغزاله. هانت اختي شوفي شوفي اختي مع شي عراضه ومع جليل باس. هانت شوفي شوفي تبارك الله كي كسبان خطيره. هذا البنات كيدير 2000 كيدير 2750 2750 2750 يعني 2750 55000 ريال 55000 ريال 55000 ريال. كمل معاكم اختي حيد هذا هو طاح كاع ملي فين هو بلاتي. بقاو معايا اختي بقاو معايا اليوم اختي شنقول لكم. جلسي هذا البنات كيدير كيعطيهم غرام هذا كيدير اختي 4050 درهم 4050 درهم. شوفي اختي كي داير 4050 درهم 81000 ريال 81000 ريال. شوفوا اختي كي داير 81000 ريال. هذا جاني صغير علاش انا درتو هنايا 81000 ريال 405 الاورو 4050 درهم. هذا البنات كيدير 3950 درهم 3950 درهم. شوفوا اختي كي داير 3950 درهم 395 الاورو 395 الاورو. شي اختي كي داير هذا اختي كيدير 3400 درهم 3400 درهم 340 الاورو 340 الاورو 340 الاورو 3400 درهم 68000 ريال 68000 ريال. هذه 3950 درهم 395 الاورو. البنات اللي عجبتها شي حاجه دير ليها السكرين
أريني الكفيري يا شارع. عرفتي ديرها البنات بارطاجيو ليا. باش اختي يبانو لي زارتيكل. اختي هاد بولحية نسيت اختي. انت اختي شوفي كي داير غزال. كيدير 12550 درهم. 12550 درهم. 1255 الاورو. 1255 الاورو. يعني مليون وواحد وخمسين الف ريال. مليون وواحد وخمسين الف ريال. يلا البنات بارطاجيو لي اختي. يلا هذا البنات فيه 8 الغرام 40. فيه 8 الغرام 40 قياس كبير البنات اللي بغات قياس كبير. 8 الغرام 40 هذا كيدير 5450 109000 ريال. 545 الاورو. 545 الاورو البنات البارطاج ولي جيم ولي كور. الله يعطيكم السر. هانتوما البنات هذا كيدير 109000 ريال. 109000 ريال كيدير 109000 ريال. هاد الجاكوار البنات 109000 ريال. حنا البنات راه كنبيعوه للغرام ما كنبيعوهش للموديل. صوم 650 درهم للغرام. غزاله عزيزه اختي تبارك الله ما شاء الله. كمل معاكم اختي بالنسبه لهاد التعليقه هادي. صوم 650 درهم للغرام ديال كينزو. شي حاجه غزاله فيها 4 الغرام 90. 4 الغرام 90 صوم 650 درهم للغرام. 3200 درهم. 320 الاورو. 64000 ريال. 64000 ريال كدير 64000 ريال. البنات طلعوا لي عافاك قبل ما سال الاذان انا معاكم وني ما تنساونيش بلي كوغ بلي جيم. يلا البنات باش نكمل معاكم اختي صافي كذب عليكم اختي كتبارطاجيوش ليا كيطلعش ليا اللايف. يلا البنات يسالي الاذان وانا معاكم. يلا اختي يلا شويه القلوبه باش يبانوا ليا هنا طالعين شويه القلوبه وشويه لي جيم. يلا اختي يلا يلا اختي قطعتها وندمت والله العظيم عصباتني قصة. يلا البنات يلا لي جيم ولي كوغ يسالي الاذان باش يطلع لي اللايف. الله يسنعاود لكم لي زاختي كل من الاول. يا الله اختي قطعت شحال ما ندمتي والو راه شعلك طوال سكتي خليني يلا البنات الله يعطيكم السر اختي الله يفرحكم. يلا اختي يلا يلا غيبداو يضحكوا عليا الناس يقول لك كتطلبهم باش 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 يبارطاجيو. شوفوا فيا عباد الله اختي ويلي اختي على حالتي معاكم بلاتي تتعيطوا لي وتبغيو شي حاجه وتشوفوني اش غندير لكم. ما نقصش لكم غنزيد عليكم. يلا البنات نكمل معاكم. بالنسبه كما قلت لكم هذا الجاكوار قياس كبير يعني يعني في يعني في المتراج يعني يعني في القطر ديالو كبير يعني فيه 2 سنتيم. هذا فيه 8 الغرام 40. 8 الغرام 40 صام 650 درهم للغرام. 5450 درهم. 109000 ريال. 109000 ريال حلو شعر خليه. هذا البنات كما قلت لكم كيدير 2800 درهم. 280 الاورو. 56000 ريال. 56000 ريال. نكمل معاكم اختي. بالنسبه هاد كينزو هذا اختي قياس صغير يعني القطر ديالو صغير كيدير 3950 درهم. 395 الاورو. فيه 6 الغرام 10. فيه 6 الغرام 10.
كبسه الغرام 10. جبتي التليفون شوف بارطاجي ويلي على بنتنا حتى هي ما كتبارطاجي تميته. هذا البنات 3950 درهم. نكمل معاكم اختي، نكمل معاكم ندوز لكم الغورميطات وعاد ندير لكم تبارك الله المسكي مزيان اختي. هانت اختي هذه كدير 8450 درهم، 8450 درهم، 845 الاورو، 845 الاورو. عندك تودري ديك الريس 845 الاورو، 8450 درهم. هانت اختي واعره قياس كبير البنات، هذا قياس 22 سنتيم، 22 البنات. هانت اختي عندك عندك تودري شي حاجه او تبارك الله عليك الوالده تي الله دخلتي. هذا البنات 8850 درهم، 8850 درهم، 8850 درهم، 885 الاورو، 885 الاورو. البنات ديروا لي لي جيم ولي كور باش يطلع لي اختي اللايف. يلا اختي يلا ناعسين اختي ناعسين. والو 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 عكزتوني. هذا البنات كدير 12400 درهم، 12400 درهم. هانتوما اختي هذه راه كنبيعوها حنا البنات الغرام، ما كنبيعوهاش للموديل، 650 درهم للغرام. هانت اختي شوفي كي كتجي راه ما شاء الله، كون تشوفوا السلعه مباشره راه يا سلام السلعه خطيره خطيره. راه كيما كنقول لكم البنات راه كنصور بتليفون عادي راه ما شاء الله زعما راه حاقر لينا زعما والله العظيم التليفون حاقر لينا السلعه. هانتوما البنات شي حاجه خطيره. هذا البنات 12400 درهم، 12400 درهم بلاتي، 12400 درهم سموها على 650، فيها 19 غرام البنات، فيها 19 غرام، فيها 19 غرام البنات. البنات اللي عجبتها شي حاجه دير ليها سكرين، ولا كنت شي حاجه يعني لا ما دوزتهاش في اللايف وعجبكم في شي بلاصه كديروا ليها غير سكرين كتدخلوا عندي الواتساب 0642 06 35 75. ومرحبا. بالنسبه للرومي 650، البلدي 600 درهم للغرام. هانت اختي هذا البنات 7450 درهم، 7450 درهم، 745 الاورو. وياه اختي تا كيطلع كيبدا يطلع وكيبدا يهبط ما عرفتش علاش، ماشي مشكل. المهم غير نتوما معايا بارطاجيو، هذاك هو اللي هذاك هو عندي هذاك هو الرباح. يعني اللي بغى يتقدر كيدخل عندي قناه يوتيوب، حيت عندي اصدقاء ديالي كاينين برا كيتفرجوا في اللايف في اليوتيوب، يعني مساكن تيكونوا خدامين وما مسالينش الله يحسن العوان. المهم معايا حبابي ديال المغرب في اللايف، والناس الجاليه مساكن حتى كيساليو عاد كيدخلوا عندي. ها انتم البنات هذه كدير 2000 درهم، 40000 ريال، 200 الاورو، 40000 ريال كدير 2000 درهم، 200 الاورو البنات، 2000 درهم، 40000 ريال. هذا البنات ديال الدقليبره شوبار، سلسله شوبار البنات من جناب، شي حاجه الصح والعمل. البنات ديروا لي اختي لي جيم ولي كور باش يطلع اختي. يلا يلا البنات يلا اختي. هذا البنات كدير 7450 درهم، 7450 درهم. هانت اختي شوفي الكورميطه كي دايره، 7450 درهم. شوفوا اختي شوفوا انت كوتر صوبي لي اختي داك الضربه ليا بحال هكا كيبدا يتبدل بدلي لي الضو. لا بدلي الضو لا ما عرفتش نحل لا 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 رجعي البيض كي كان قبيله هكا هكا صافي صافي. هذا البنات 7450 درهم، 7450 درهم، 745 الاورو تقريبا. بالنسبه للبنات الطي ديالها راه طويله، فيها 22 سنتيم، فيها 22 سنتيم، 21 22 سنتيم. هذه شوفوا كي كتجي البنات خطيره البنات، راه كما كنقول لكم الذهب البنات راه ما تندموش عليه. فيها 11 غرام اونص، فيها 11 غرام اونص، فيها 11 غرام اونص. الا بغيتي نصاوب لك الكولي ديالها نصاوبو، الحلقات، الخاتم،
يعني البنات شوفوا نتوما اشنو بغيتوا. بالنسبه لهذه البنات دي غرادي، بلاتي دي غرادي البنات فيها 9 غرام 90، 9 غرام 90 البنات، 9 غرام 90، 9 غرام 90 ضربوها في 650، 6400 درهم، 6400 درهم. يلا يلا ايمان، يلا دخلتي سنتية يا ما عرفت فين كنتي. انت هذا البنات 9000 درهم، هذه كدير 9000 درهم. البنات بارطاجيو لي اللايف، لي كور ما كيطلعوش عندي، لي جيم لي جيم ولي كور البنات هما اللي كيطلعوا اللايف. يلا سلام. ثمن عصير الصابون 20 غرام، بقاي معايا راه عندي واحد عصير الصابون واعر، انا نقول لك شحال فيه من غرام، فيه 18 غرام 95، قولي 19 غرام، 19 غرام نضربوها في 600 درهم، 11400 درهم. ها هو اختي كاين، غير بقاي معايا انا نوري لختي. انت 9000 درهم، 9000 درهم، هادي 9000 درهم، 180 الف ريال 900 الاورو، 180 الف ريال 900 الاورو، 9000 درهم. البنات صوم 650 درهم للغرام، 13 غرام 90، 13 غرام 90. انت اختي 13 غرام 90، ها هي 13 غرام 90 خطيره. انت اختي البنات بارطاج، ما تنساونيش بالبارطاج. انت اختي شوفوا البنات الخدمه ديالها، شوفوا بحال القدام بحال اللور. هانتوما شوفوا، هانتوما انت بحال القدام بحال اللور، خدمه ميته يعني شي حاجه. هانتوما شوفوا كي دايره خطيره البنات. البنات هذه راه كتباع للموديل، حنا كنبيعوا للغرام، كنبيعوا للغرام. صوم 650 درهم للغرام، هذه كدير 9000 درهم، 180 الف ريال، 180 الف ريال. يا ربي امين، يا ربي امين اخويا ولا اختي طاهر، يا ربي امين، الله يكبر بكم. نكمل معاكم اختي، هذه اختي خليه هو الاخر، هذا المدخم هذا اختي اللي عاجبني، نمشيو اختي مع السيده. بالنسبه لهذا البنات كيدير 11400 درهم، عصير الصابون البنات فيه 19 غرام، فيه 19 غرام، صوم 600 درهم للغرام، مليون و 28 الف ريال، مليون و 28 الف ريال. هانتوما اختي شوفي كي داير واعر، مليون و 28 الف ريال، 11400 درهم، 11400 درهم، 11400 درهم، 19 غرام، صوم 600 درهم للغرام. ها هو اختي كمل معاك. عندنا البنات واحد السريتله ديال الورده شي حاجه غزاله اختي، الذهب ما عرفتش مالو اليوم كيطيح ليا من يديه. هانت اختي، هانت اختي، هانت فيها 39 غرام، فيها 39 غرام 60، 39 غرام 60، صوم 600 درهم للغرام، صوم 600 درهم للغرام، 23750، 23750، 23750، صوم 600 درهم للغرام، 39 غرام 60، 39 غرام 60. هانتوما اختي ديال الورده شي حاجه غزاله اللي بغات تفرح الميمه ديالها، 39 60، 23750، 23000 2000 بلاتي 2375 الاورو، 2375 الاورو. سريت للبنات فيها ثلاثه ديال الورده شي حاجه خطيره، شي حاجه زوينه. شوفوا البنات ديزاين كيدير، خدمه نقيه، صوم 600 درهم للغرام، 12 ريال للغرام. انت اختي، انت اختي هادي فيها 49 غرام 35، 49 غرام 49 غرام 35، 49 غرام 35،
هذه البنات المفتول والسامبل 49 غرام 35 صوم 600 درهم للغرام 29600 29600 درهم 29600 يعني 2960 الاورو تقريبا صوم 600 درهم للغرام صوم 600 درهم للغرام 49000 49 غرام 35 49 غرام 35 صوم 600 درهم للغرام هذا البنات المفتول والسامبل يوسف كل يوم يوسف ترى سمح لي اختي ماشي مشكل اختي ماشي مشكل ماشي مشكل اختي المحل محلك اختي لا مرحبا بك اختي لا لا ويلي مرحبا بك اختي هذا البنات 49 حيت دابا انت كتغوت وانا كنغوت ما غيسمح ما غيسمعونيش 49 35 49 35 صوم 600 درهم للغرام صوم 600 درهم للغرام كنتو تخسروني مع الكليانات محشوماش انت اختي واحد السريت لا صوبناها الاخت ديالنا انت اختي غزالة ما شاء الله غنصيفطوها لها ان شاء الله نهار اثنين ما شاء الله جات فيها لالا جات فيها 86 غرام 30 86 غرام 30 وياه حشومه حشومه هذه البنات فيها 86 غرام هذه البنات ديال صوبتها لواحد السيده جاتها غزاله خطيره شوفوا البنات كي دايره الديزاين ديالها ولا فينيسيون ما نقولش لكم طوب الحمد لله الدراري ديالنا ما كيحشموناش الله يعطيهم الصحه غزاله البنات فيها 86 غرام 30 86 غرام 30 صوم 600 درهم للغرام يعني 6 بلاتي 86 30 مضروبه في 600 درهم جات 5 المليون و 5 المليون بلاتي 5 المليون و 36 الف ريال 5 المليون و 36 الف ريال 51800 51800 ما شاء الله تبارك الله صوبت هالبنيه ديالها ندخل عليها ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر ما شاء الله غزاله بصحتك اختي بصحتك يا لاله بيان غزاله 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 5 المليون و 36 الف ريال 51800 غزاله تبارك الله نكمل معاكم بالنسبه لهذا السريت لهذه البنات نعاودها لكم بالنسبة لهاد السريتلا كدير 28000 و 650 28000 و 650 فيها 47 غرام 75 47 غرام 75 صوم 600 درهم للغرام 12000 ريال للغرام وقلنا البنات راه واحد الخدمة يا راه يا سلام خدمة خطيرة 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 شوفوا البنات كي دايرة خطيرة البنات شوفوا الخدمة كي دايرة الاتقان واحد لابغيونس فيها داكشي غزال شوفوا شوفوا كي دايره غزاله شوفوا البنات الخاتم حتى هو كي داير خطير غزال نكمل معاكم اختي دابا اختي غنمشي معاكم اختي عاوتاني لواحد المسكي مزيان نحيد اختي هذا وغنلبس لكم اختي هذا واعر واعر زعما يا سلام البنات هانتوما شوفوا بعدا نوريه لكم هذا نلبسه شوفوا كي داير البنات غورميطه البنات من الداخل من يعني من هنايا فيه بحال قلت ثلاثه البراسليات واني من اللور شوفوا كي داير صحيح صحيح تبارك الله فيه 28 غرام فيه تبارك الله 28 غرام فيه 28 غرام انت اختي شوفي كي داير 28 غرام كيدير لالا بلاتي 28 غرام انت اختي شوفي كي داير خطير 28 غرام فيها البنات من هنا غورميط ومن الجناب فيه داك العظم يعني داك الديزاين ديال العظم غزال فيه 28 غرام نضربوها في 650 18200
18200 مليون و164 الف ريال مليون و164 الف ريال والنيره خطيره البنات راه معمر الايد ما شاء الله غزال غزال شوفوا كي داير البنات غزال خطير شوف غزال 18500 درهم و 200 درهم 18200 مليون و164 الف ريال 1820 الاورو والنيل البنات فيه 28 غرام راه تبارك الله 28 غرام راه الصح والعمل يا تبارك الله قادي الغرض نكمل معاكم اختي بالنسبه اختي الحلقات ديال كينزو انا اختي غنلبسهم ليكم وتشوفوا بالنسبه اختي الحلقات ديال كينزو فيهم اختي 6 غرام 15 فيهم 6 غرام 15 كما كنقول لكم البنات كينزو الديزاين ديال كين يعني كينزو البنات بصفه عامه تيكون تبارك الله وازن راه تيكون صحيح البنات وعلاش هو تيكون غالي حيت تبارك الله هز الذهب حيت كله فيد شوفوا هانتوما يا كامل كامل العمود ديالو شوف كي دايرين يعني شحال قلت لكم في 6 غرام 20 ياك مضروبه في 650 4050 درهم 41 81 الف ريال هانتوما اختي شوفي كي كيجيو 81 الف ريال 81 الف ريال والني البنات راه كله عامر علاش البنات كينزو عامر يعني راه كله ذهب ما خاويش من الداخل يعني كله الديزاين ديالو كله يعني مشبك من الداخل ومن برا العمود ديالو تيكون متين تبارك الله متين متين ما تخافيش منهم هانتوما البنات كيديروا 81 الف ريال كيديروا 81 الف ريال 405 الاورو 4050 درهم صوم 650 درهم للغرام هانت اختي اختي هذا اختي خاصني نسدو هذا البنات هذا البراسلي فيها فيه يعني فيه جوج يعني فيغموار ديالو فيه سداده من هنا ومن هنا هانتوما اختي من الفوق ومن التحت ما تخافيش منه البنات شوفوا كي داير كيعمر تبارك الله الايد هانتوما اختي شوفي اختي شوفي انت شكرا شكرا على ليكور شكرا بزاف هانتوما اختي هانتوما البنات اللي دخلت بارطاج اللي دخلت اختي تبارطاجي حنا كنتقاتلوا باش كنجيبوا لكم سلعه نقيه زوينه تنديروا معكم ثمن زوين يعني حنايا كنقولوا لكم بارطاجيو لينا صافي بالنسبه لهاد لونسومبل ما بلاتي زعما نوريها اش نكمل معكم اختي دابا بقات لي البراسليات قالت لي اختي ناري اختي هذه غزاله سلام اختي خديجه دائما رشيده اختي الله يكبر بك لي زيدي الله يكبر بك اختي الله يكبر بك كي جاتك اختي السلعه ديالنا قولي لينا اختي في اللايف غير قولي شهاده حق كي جاتك اختي السلعه سلام فين كاينين حنا اختي كاينين في كازا سباته جميله ثلاثه الزنقه الصرق من المحل 76 وكنديروا لا ليفغيزون لجميع المدن المغربيه فابور حتى كتوصلك الامانه عاد كتخلصيها ومرحبا البنات بالنسبه للنمره ديالنا البنات 0642 06 35 75 ومرحبا بالجميع لاله رشيده ان شاء الله غتكمل لك السلعه الاخرى اللي كنتي يعني اللي كنتي قلتي ليا ان شاء الله وغنصيفطوها لك كي جاك اختي السوطوار وكي جاك اختي البراسليات وكي جاتك اختي الخدمه ديال الرادكو وقولي لي اختي رشيده قولي لي قولي لي حق رشيده اختي جات واحد السلعه خطيره تنهضر معاك في الواتساب شي حاجه غزاله من داكشي اللي كتبغي نكمل معاكم اختي بالنسبه للبراسليات هذا البنات ديال الكورميت حتى هو ثقيل الخدمه ريزينغ مضوبله شوفوا البنات شوفوا كي دايره غزاله البنات غزاله هذا البنات كيدير 1000 لا 1065 الاورو يعني 10650 10650 مليون و13 الف ريال مليون و13 الف ريال البنات انا كنهضر على 16 غرام 40 16 غرام 40 صوم 650 درهم للغرام شوفوا اختي كي دايره انت شوفي السلعه كي دايره النقا يعني نقيه البنات نقيه نقيه شوفوا البنات كي دايره غزاله انت اختي 16 غرام 40 صوم 650 درهم للغرام 10650 درهم
البراسلي اللي في يديك شحال الثمن والقياس؟ مرحبا اختي، هذا انا غادي نقول لك بالنسبه للغرامات ديالو اختي، فيه 28 غرام، فيه 28 غرام ضربوها في 650 جات 18200 درهم، مليون و164 الف ريال. بالنسبه للقياس ديالو انا غنقول لك انا كنلبس 6 واني غنعاود نتيقن شحال فيه. يوسف خويا شوف لي خويا هذا شحال فيه في الدوره، الله يعطيك الصحه، ولا عطيني المسطره ولا اللي بغيتي. انا اختي غنقول لك القياس ديالو، انت اختي غادي نلبس ليهم عاوتاني اختي، ها 5.7 واني انا كنلبس السجا قدي، ها فيه 5.7 فيه 5.7 ارا لي نعاود عاوتاني. ويلي شوفي كيطيح ليا الذهب من يدي، بسم الله الرحمن الرحيم. هادو ياك دير ليهم الثمن دوي، دير ليهم هادو الثمن. هانتوما اختي هادو البراسليات صافي 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 خويا، عاودي الثمن بولحية اختي. بولحية هذا كيدير مليون وواحد وخمسين الف ريال، مليون وواحد وخمسين الف ريال، 12550 درهم، 12550 درهم. هذا البنات راه غزال يعني ديال ياك ديال الحجوجي، ها هاد بولحية ديال الحجوجي البنات ديال الشركة، شي حاجة واعرة. نتوما البنات راه عارفين شنو كاين، غزال دوماج صغير عليا. الا كان صغير عليك نصاوب لك فحالو ماشي مشكل، دخلي عندي غير الواتساب. انا اختي كنلبس 6 وجا قدي ما عرفتش علاش. الا كنتي هنا في كازا جي عندنا المحل، الا جا قدك مرحبا، بغيتي نصاوب لك ما كبر منه نصاوب لك ما كبر منه، راه نصاوبوا لك حتى الحلقات والبوندونتيف يعني كلشي نصاوبوه لك يعني تكملي لونسومبل كامل. بالنسبه اختي لهاد الكلو غزال، شوفوا اختي هانت بالنسبه لهاد الكلو البنات كيدير ماشي 8000 درهم، وي اللي قالها 8000 درهم هذا يقدر يكون 8000 درهم لا اختي، اه 8000 درهم. هذا البنات كيدير 8000 درهم هاد الكلو البنات، تبارك الله روعه وما عندي ما نقول، ربي يحفظك كلشي هو هذاك. الله يحفظك اختي رشيده، الله يكبر بك، هذاك الشيء اللي كنتمناو توصلكم غير الحاجه وترضوا عليها وتجي عندنا المحل يعني الحمد لله، وتشوفي المعامله اللي كما كنتعاملوا معكم في اللايف يعني كنتعاملوا معكم هكا يعني الا جيتوا للمحل مرحبا بكم ومرحبا كاع، الحاجه اللي غتخسر خاطركم ما كايناش. هذا البنات يعني البنات راه ماشي كنحزروكم، راه غير كان يعني كنتعاملوا مع الناس الزوينين، راه ماشي حزاره ولا كاني فهمتي بحال هكا يعني بنادم تيشكرك وتيكبر بيك وكيجي عندك حتى المحل وتيبغي باش يتقدم من عندك، راه انت اقل حاجه غديري معاه هو غتعاملي معاه زوين وغتعطيه حسن المعامله حيت كبر بيك وجات لعندك. كاين اللي مسكينه هاد السيده رشيده كتجي عندنا من اكادير، والاكادير تبارك الله راه عامر بالمحلات ويعني واللايفات، وكتجي تكبر بينا كتجي عندنا حتى المحل يعني خاصها تشوف المعامله زوينه لا فينيسيون في الخدمه يعني الحمد لله يكون كلشي زوين باش الحمد لله وجدنا ويبقى نقي مع الناس كاملين، واللي غلطنا في حقه وما يعني عن غير قصد يسمح لينا. الله يكبر بك اختي رشيده، الله يكبر بك، حنا راه كنحاولوا نتعاملوا مع الناس كاملين، اللي عنده اللي ما عندوش، اللي غيشري من عندي خاتم غنتعامل معاه بحال اللي غياخذ من عندي سرتله بخمسة المليون، وغنتعامل مع واحد غيشري من عندي انا خاتمه ب 1000 درهم، عندي كلشي بحال بحال، المعامله هي اللي كتبقى، واني كما يعني انت كتعاملي معايا زوين وكتكبري بيا وكتجي لعندي يعني وكتميزيني على شحال واحد كتخلي وكتجي عندنا حتى حنا نتعاملوا معاك، فهمتوني شويه نقول لكم يعني انا كنهضر معاكم زوين يعني ماشي كنترجاكم انكم باش كنطلبوكم ولا، واني غير المعامله راه يعني كنردوا لكم بشي يعني غير الثقه ديالكم، ان السيده كتعيط مسكينه من برا كتقدم عندك سرتله دايره 5 المليون والزياده، وكتاخذ من عندك عاوتاني اونسومبل داير 3 المليون وكتخلصها لك، وما عمرها ما شافتك وعمرك ما عرفتيها
غير ديك الثقه اللي كدير فينا راه يكفي. ان شاء الله سلمات عليك لاله رشيده سي يوسف، فهمتوني البنات؟ راه غاديك المعامله بنادم يثيق فيك ويصيفط لك مسكينه الفلوس، تصيفطها مسكينه من يعني باقي ما وصلتها لا سلعه لا حتى شي حاجه. راه هاد السيده هادي راه خاصك ديري معاها الواجب وكثر بدك الثقه اللي كدير فيك. واش فهمتوني البنات فين كنهضر؟ راه كنهضر على بحال هاد الناس هادو والله العظيم. الناس كيشرو يعني كتشري معاك يعني غير من الانترنت، راه ماشي ساهله انها دير فيك الثقه وراه كتشري من عندك الذهب وكدير فيك الثقه وكتصيفط لك كلي مسكينه يعني حتى داخل المغرب كتصيفط لك مسكينه الفلوس كاملين قبل ما تشوف السلعه ديالها. راه بحال هاد الناس هادو راه خاصك يعني تعطيهم حقهم وبالزايد حقهم بالكرامات ديالهم باش تفاهمتي معاهم ياخذوا الكرامات ديالهم ويعني وبالزايد يعني تتعاملي معاهم زوين حيت تقوا فيك وتقادي لهم لا كوموند ديالهم يعني لا كوموند تمشي نقيه بلا فينيسيو ديالها بالكرامات بداك الشيء اللي قلتي ليها خاصو يتحط في الريسي. راه هذه هي المعامله فهمتوني البنات، راه هذه هي الطريقه ديالي انايا. راه ماشي كيوصيني السي الحسين واش انا هكا، راه الناس اللي كيعرفوني يعني اللي قراب ليا راه انا هكا. بنادم اللي كيثيق فيك وكيقدرك راه خاصك تقدريه وتفوتيه، وبنادم اللي ما تيقدركش راه ديك الساعه كتكون معامله اخرى. واش فهمتوني كيفاش؟ والله العظيم الله يكبر بكم. نكمل معاكم اختي، هانتي عاوتاني طاح لي براسي من يديا اختي، راه ما عرفتش مالي انا اليوم، ما عرفتش مالي اختي. نكمل معاكم اختي، وانتم اختي تعاملوا معايا بالبارطاج اختي. هذا كما قلت لكم البنات كيدير 8000 درهم، كيدير 8000 درهم 160000 ريال، 8000 درهم 800 الاورو 160000 ريال، صوم 650 درهم للغرام. هاد الكلاش اختي فيه 10 الغرام 65، الكلاش البنات 10 الغرام 65 صوم 650 درهم للغرام، 6900 درهم، 6900 درهم، 690 الاورو 690 الاورو البنات. 10 الغرام 65، 10 الغرام 65 صوم 650 درهم للغرام. بالنسبه للبنات لهذا الفيس هذا كيدير 7950، 7950 فيه 12 غرام 20، فيه 12 غرام 20، 12 غرام 20 صوم 650 درهم للغرام. نكمل اختي، بقاو لي اختي شي براسليات صافي، راه وقيلا درت ساعه وزياده اختي، ما كنعياش اختي من الهضره. هذا البنات كيدير 5650 درهم، 6550 درهم فيه 8 الغرام 70، 8 الغرام 70، 5650 درهم 565 الاورو تقريبا. كوثر ماما ديري لي هادشي اللي عطيتو لك صوبي ليا. هذا البنات، هذا البنات ديال ميسيكا، شوفوا البنات هانت اختي كيدير 6150، 615 اورو، 9 الغرام 25 صوم 650 درهم للغرام، 9 الغرام 25 6150، 6150 615 اورو 123000 ريال. هذا البنات تيفاني قياس صغير، قياس اختي الناس صحابات القياسات اختي الصغار، يلاه بانوا اختي بانوا. هذا البنات 8 الغرام 6 60، 8 الغرام 60 5600 درهم. الكورميت واخا عطيني ديك البراسلي كورميت اللي صوبتي دابا ما كاينش. هانت اختي بالنسبه للكورميت راه سامبل من اللور وكورميت من القدام، ريزينغ هانت اختي، ريزينغ اختي الصح والعمل. لا بغيتي دوزي عندي غير الواتساب 0642 0635 75، ندير لك لا فيديو عليه ونصور لك الغرامات ونصيفطولك عجبك نصيفطولك. هذا اختي فيه 16 غرام 40، فيه 16 غرام 40 صوم 650 درهم للغرام، 10650 يعني مليون و13000 ريال. وني راه الصح والعمل، شوفوا البنات
البنات راه ما يخلعكمش الثمن، واني راه كتاخذوا الغرامات ديالكم اللي كتستحقوا كتاخذوهم، يعني راه ما كتاخذوش الموديل، يعني اي حاجه كتكون واضحه من الاول. 650 درهم للغرام. هذا اختي تيفاني كيدير 5600 درهم، 560 الاورو، 112000 ريال، 112000 ريال في 8 الغرام 60، 8 الغرام 60. هاك اختي كوكتيل. هذا البنات ديال تقولها ديال البابوشه اختي، هانتي حجره خضراء شي حاجه، هانتي ريزينغ صح. شوفوا البنات من الداخل كي داير شي، هانتوما راه الصح والعمل. هذا البنات راه طوندون شي حاجه غزاله، براسلي غورميت، براسلي غورميت اختي. كاين شي براسلي غورميت كامل داير، ما كاينش. شوفي كاين غير هذا دابا حاليا، الا بغيتيه دوزي عندي خديجه، دوزي عندي الواتساب نصور، نعطيني غير الميتراج والغرامات شحال بغيتي فيه ونصوبو لختي. هانت يا اختي هذا كيدير 13000، لا 8650 في 13 غرام 30، في 13 غرام 30، 13 غرام 30 8650 درهم، 8650 865 الاورو، 800 ني اختي كي تليفون 865 الاورو، 8650. الله يبارك الله. هذا اختي ديال الكلو مبروم، ديزاين زوين البنات، حلقات حبيبتي غورميت. كاين شي حلقات غورميت داتهم دات وباقي ما جاوش. خديجه اختي دوزي عندي غير الواتساب، راه دابا خدامين عليهم، راه حتى شي كوموند شاده فيهم راه باقي ما وجدوش، يلاه دابا كيصاوبوا فيهم. دوزي عندي غير الواتساب، اي حاجه بغيتيها نوجدها لختي بالغرامات اللي بغيتي، يعني بداك الشيء بالديزاين اللي بغيتي. مرحبا. كما قلت لكم البنات السلعه راه ما كتبقاش، ما شاء الله تبارك الرحمن، راه السلعه البنات كنخدموا اغلبيه سير كوموند، والسلعه الاخرى اللي كتصاوب راه شي براسليت كندوزهم في ذاك اللايف اللي فايت من غير هذا، يعني ماشي 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 الاربع، الاربع اللي فات دوزت براسليت تبارك الله الغد ليه تبارك الله، جاو الجماله كلشي تبارك الله داو، جاو الناس باش ياخذوهم لقاوهم ما كاينينش، والله العظيم الا بقاو كيغوتوا عليا في التليفون قالوا لي علاش خديجه كدوزي الحاجه وفاش كنمشيو للمحل ما كنلقاوهاش. قلت لهم انا غير نسالي اللايف صونيو عليا خديجه غتخلي لينا هادي وهادي وهادي يعني بالطاي، الا كانت قدكم راه غتقولوا لي الطاي، اون فوا غتقولوا لي الطاي غنفيكسي معاكم واش قدكم ولا ما قدكمش، حيت ما يمكنش السلعه جا واحد باغي يتقداها وغنقول ليه لا خليها حتى يعيطوا لي الناس يقدروا يعيطوا لي، ما نقدرش. فهمتوني البنات، راه اي حاجه كندوزها عيطي لي، ما خسر حتى شي حاجه، مقتنعه انك بغيتيها تهضري معايا قولي لي خديجه بغيتها نخليها لك. فهمتوني راه هذا الشيء علاش، بما كما كنقول لكم تبارك الله السلعه راه ما كتبقاش ما شاء الله، راه داك الشيء اللي كيبيع يوسف انا حيت كنكون في المحل الاربع والسبت، يعني يعني تقريبا بعض المرات كنجي وسط السيمانه، يوسف تبارك الله حتى هو كاين في المحل كيجيو عندو الناس كيتقداو. الناس ديال الجمله، يعني الناس الا بغيتو شي حاجه كونفيرميو فيها، راه ما يمكنش نبقى مخبياها. فهمتوني، المهم اللي بغى شي حاجه يدوز عندي غير الواتساب يقول لي بغيت ديك الحاجه، مرحبا انا راه اللي بغيتو راه انا معاكم. هذه البنات بالنسبه لهاد الكور، بالنسبه لهاد البراسلي هذا، شوفوا البنات بالنسبه لهاد البراسلي كيدير 4500 درهم، يعني 90000 ريال، فيه 6 الغرام 95، 6 الغرام 95، 4500 درهم، 90000 ريال، 450 الاورو، 450 الاورو، 4500 درهم، 90000 ريال، 650 درهم للغرام. اش غتبقى لي يا اختي دابايا؟ ياك بقاو لي هذا، هذا ما دارش لي الثمن ديالو، ما دارش لي الثمن، دير لهم الثمن اختي. هذا فيه 3 الغرام 60. بلاتي هذا اختي هما اللي بقاو لي غندوزهم دابا، 3 الغرام 60، 3 الغرام 60. هذا البنات كيدير 2000، كيدير 2350 درهم،
انا البنات جاني صغير 2650 درهم، يعني 47000 ريال، 47000 ريال، 47000 ريال، 235 الاورو، 235 الاورو، 47000 ريال، 2350 درهم. شكرا. اسمح لي الله يرحمك يا والدي. هذا البنات فيه 9 غرام 25، فيه 9 غرام، 9 غرام 25، كيدير 6000. كيدير 6000 درهم. حلقه الترواد دي ما بقاوش عندنا الكبار. بلاتي غيخوى لي المحل وغادي نهضر مع يوسف نشوف الا بقات شي حاجه. في يوسف خويا باقي شي ترواد دي كبار حلقات ما بقاوش اختي بوشرة، كاينين غير الصغار، وايا كاينين غير الصغار يوسف طروادي، عطيني شي حاجه منهم. بوشرة اختي بقاو غير الصغار. هذه البنات كيدير 6000 درهم، 120000 ريال، كيدير 120000 ريال البنات، 120000 ريال. انا نعاود البنات بالزر، بالكم هاد لي زارتيكل صافي وغادي نسالي اللايف. بالنسبة لهاد الكولي البنات فيه 22 غرام 70، 22 غرام 70، صوم 650 درهم للغرام، 14750. شوفوا البنات كي كيجي، كيجي خطير، شوفوا شوفوا، كيجي خطير البنات. بالنسبة للكورميطة ديالو، الكورميطة البنات طلعتها هي يعني ديكرادي من القدام عريضة وغدا وكتلعبوا النيره غزاله. شوفوا البنات كي دايره، فيها واحد لابغيونس خطير، شوفوا البنات كي كتجي خطيره. بالنسبه للغورميت كدير 9300 درهم، 930 الاورو، 163 183000 ريال، 183000 ريال، 86000 ريال، 186000 ريال، فيها 14 غرام 30، 650 درهم للغرام. بالنسبه للبنات هاد بولحيه هذا راه خطير غزال، هذا راه محل تبغيهم اخويا صغار بزاف. هذا البنات كيدير 12550، مليون و 51000 ريال، 1255 الاورو. بالنسبه لهذا السريت لاختي فيها 47 غرام 75، عاودي ورينا ديك الكورميط الغليظه اللي يمسي اختي بالحجر، لا ربع لا محال بقات بلاتي. نشوف عطيني ديك الكورميطه ديال الحاجه نفيسه، باقي ما ديتيهاش لعياك، بقاي معايا بشرى نشوف واش داها، ديتيها ولا ما ديتيهاش؟ راه نوري البشرى. بالنسبه الكورميطه الغليظه مشات ولا مازال؟ دات السيده راني ندوزها. عاودي ورينا الكورميط الغليظه اللي غزاله غزاله، عرفتي ديك الكورميطه خطيره 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 اختي بوشرة. كاينين الطروات دي غير صغار، ما بقاوش الكبار، هانت اختي بقاو غير الصغار ديال البنيتات الصغار. ارا لي يا خويا كاينين الناس، سمحوا لينا اختي، خدام مسكين معايا وخدام مع الناس. ارا خويا اختي كتقلبي لينا على الصداع بلاتي يا بوشرة، هانت اختي غزاله، انا حمقاتني اختي بلاتي يا قري 26 غرام، 26 غرام خطيره خطيره. انت اختي شوفي اختي بلاتي، انت اختي فيها 26 غرام. هذه البنات راه كيبيعوها الموديل، حنا البنات كنبيعوها الغرام. راه مسي اختي من الفيرموار ديالها خطيره البنات، كتجي خطيره. بدي لي اختي الضو بحال شتو كيمشي وكيجي. انت اختي شوفها 26 غرام، 26 غرام مضروبة في 650، 16900 درهم، 16900 درهم. سلوى اختي مرحبا، خطيرة اختي خطيرة خطيرة. انت اختي بلاتي انا غنلبسها، واخا جاتني شوية مصيرة. 1500 كاينة بلاتي اختي، نوضي هكا وشرا ماما، نوضي سدي لي هاد الكورميطة، عندك سدي لي على يدي خطيرة. انا غنلبسها لكم وتشوفوها، تبارك الله الحاجة نفيسة تستاهل ما كثر، الله يعمر هذا والله العظيم اختي. سدي عندك كورميط منقوشه لا اختي سلوى نصاوبها لك. بالنسبه لرادكو كما قلت لكم تبارك الله راه كيمشي، كنصوبوه سي كوموند غير كيمشي. الله يخليك، تخدموا على خاطر.
بلاتي انا نسيتها. تبارك الله الفيغموار ديالها مصاوبين ومزيان. انت راه واخاك ما بغاش تسد ليا مزيان. شوف اختي كي كتجي، كتجي خطيره. 650 درهم للغرام، 650 درهم للغرام البنات. هذه البنات راه كتباع الموديل، حنا البنات كنبيعوها للغرام. راه ما شاء الله جات خطيره خطيره خطيره، جات واعره. انت اختي انت شوفي كي دايره، جات واعره واعره. شتي اختي كي دايره غزاله. 16900 درهم بالنسبه للبنات لهاد. انت اختي انت اختي اللي باغا تبرع راسها، صرفت لها البنات كدير 28650، 2865 الاورو، فيها 47 غرام 75، صوم 600 درهم للغرام. هادشي اختي اللي هذا هو جهدي عليكم. كنقول لكم شكرا لكم بزاف. اللي بغات شي حاجه فين عندك الحانوت المحل اختي سلوى؟ حنا كاينين في كازا سباته جميله 3 الزنقه الصه رقم المحل 76، وكنديروا لا ليفغيزون لجميع المدن المغربيه فابور. حتى كتوصلك الامانه عاد كتخلصيها. انا كنهضر وبنتي كتعاود. جات معاك الكورميط، الله يكبر بك اختي غزاله غزاله. شوفي اختي فنه فنه غزاله. سلوى اختي بغيتي التليفون ديالنا 0642 40 06 35 75، ومرحبا بك. اللي بغات تدوز عندنا المحل راه دخل عندي الواتساب، نصيفط لها لوكاليزاسيون حتى يعني تجيب احسن المحل عندنا. مرحبا. ماشي دغيا سالي راه تبارك الله راه طولت البنات، والله العظيم الا طولت ما بغيتش نكثر عليكم ونتقل عليكم. شكرا لكم بزاف، شكرا على البارطاج، شكرا على القلوبه وعلى الجيمات اللي كديروا، الله يكبر بكم. شكرا لكم بزاف. المهم اللي بغات تعاود تفرج في اللايف في قناه يوتيوب بيجو تخي خديجه، ومرحبا. بارطاجيو لي القناه شويه، فعلوا لي اختي الجرس ولي جيم والتعاليق الزوينه في حالكم، والله يكبر بكم. شكرا لكم بزاف. والناس اللي عاطيني لي كومونت ان شاء الله راه قربوا يوجدوا، وسمحوا لينا على الروطار بزاف بزاف بزاف. انا اللي باقا تعيط ليا غنعطيها النمره ديال يوسف تسخسخو مزيان تسخسخو. يلا كنقول لكم مع السلامه، والله يكبر بكم.